أن خميني قال ثورتنا للأطفال القادمين. هؤلاء الأطفال أبناء الثمانينة، أبناء الثمانينات الإيرانية، يعني اللي عمرهم 20 سنة 15 سنة، هم هؤلاء الذين قاموا بثورة بداخل المدارس، مدارس ابتدائية، مدارس إعدادية، مدارس ثانوية، قاموا ضد يهرقون صور خميني وصور خامنئي. وفي كل المدن نقطة قوة هذه الثورة، سواء في بلوشستان أو في إيران، أن كل المدن مشتعلة، وكل المدن ضد تهتف ضد الخامنئي. هذا لأول مرة يحدث بهذا الشكل السريع. وفضلا أن الاعتصامات والاعتراضات والاحتجاجات والمظاهرات التي تجوش مدن العالم كلها، أكثر من 200 مدينة في العالم اليوم، في لندن، في بار، كان في برلين، وفي أمريكا، يعني والاحتجاجات اللي في خارج البلد امتداد للاحتجاجات اللي في داخل البلد.